الشكر لكم دائما على متابعة برنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن من المغرب، خلاف بين صديقين، هني أكثر من صديقين، هني أقارب، يعني ابن خال ابن عمة. بدنا نستقبل صاحب العلاقة اللي هو خالد. مرحب بخالد. أهلا أستاذ زهر. أهلا، الله يبارك فيك. أنا أشكركم، أنا بشكركم. الله يخليك يا خالد. السلام عليكم. ميت أهلا ومرحبا فيك. الله يبارك خالد. فيك، الله يخليك. شكرا على زيارتك وعلى مجيئك. شكرا على قبول استضافتكم لبرنامج مسامح شكرا كريم. شكرا حبيبي، شكرا. خالد عنده مشكلة مع صديقه وقريبه اللي هو ابن عمتك طارق. 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 طارق كانوا أصدقاء عمر، هيك بصير دايما، ولذلك بيجوا بيصالحوا بهالستوديو لأنه بيكونوا أصدقاء عمر وبيخسروا بعض. بقى في واحد منهم بيحن قلبه وبيحاول إنه يرجع التاني. هيدا وضع خالد. إذا طارق كان مخطوب، كان خاطب ابن بنت خالته وعلى علاقة جيدة، بدهم يتزوجوا. خالد يمكن كان عنده شيء من الحسد أو الغيرة من طارق. بقى في فترة غاب طارق، سافر أو مش عارف شو، صاروا الناس يشوفوا خالد مع خطيبة طارق اللي هني أقارب بين بعضهم، يعني خطيبة طارق بتكون بنت خالته. والناس اللي بالجامعة صاروا يحكوا، الشباب صاروا يحكوا إنه خالد في علاقة بينه وبين خطيبة طارق. شو اسمها خطيبة طارق يا خالد؟ هند. 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 صار في علاقة، إنه في علاقة بين خالد وبين هند. إجا طارق، رجع عرف بالقصة، راح لعند خالد، واجهه لخالد وكان متعصب كتير وزعلان. بقى الأخ هون ما نفي، قال له إيه أنا في علاقة بيني وبين هند. ضربوا بعض، قطعت العلاقة. ليه عملت فيه هيك؟ أنا ما عملتش بحال ما كايت. أنا كانت عندي مع طارق علاقة أكثر من الخوت. نعم. غير هم الناس اللي أصحاب السوء هم اللي وصلوا لي هذا الكلام اللي ماشي هو صحيح. قالوا لي بأنني أنا راه تمشي مع هند وعندي معها علاقة. هند تدرس معايا في المعهد اللي تندرس فيه أنا. صحيح. أنا تندرس معها، تندير مهندس ميكانيكي. نعم. وهي تدير السكريتير، لا سكريتير. نعم. احنا في المعهد ما عندهاش صديق. أنا اللي من العائلة، حيت هي بنت عم طارق. نعم. أنا ولد خالي طارق ولد خالتي. نعم. يعني هي قريبة مني، تمشي معايا تجي معايا. أنا هو الأني الزيالة. نعم. اصحاب طارق اللي تيدرسوا معاه تيوصلوا لي الهضره بانني انا راه على علاقه بهند، وهذا هو اللي خلاني انني تنتوتر بعد خطره مني. يعني الناس بيوسوسوا. ايوه. مني تنتوتر، مني تنسمع بحال هذه الهضره تنتوتر. هند هي ضحيه. نعم. ضحيه كلام الناس وانا ضحيه. شو حصل على المزبوط لما اجى طارق وفاتحك بالموضوع؟ شو اللي ماذا حصل؟ عيط علي في التليفون. بالتليفون. عيط علي في التليفون، قال لي بغيت نشوفك في القهوة. رايح حدا، جا عندي رايح حدا في القهوة، قال لي أنا كنت نتصور كل شيء إلا أنك تخوني مع هذا الزواج. بقيت نشوف فيه، قال لي أنا من الأحسن داش يغوت في القهوة. أنا ما استحملتش هذيك الغوة ديالو، تيغوت تيهضر تيغوت، أنا ما استحملتش هذيك الهضرة ديالو. هو جا عندي على أساس ماشي غادي يغوت عليا، صافي بانه غيغوت عليا وغيقطع العلاقه. وهذاك الشيء اللي حصل من هذيك المده. تغوشتو يعني تخانقتو؟ تخانقنا خناق كبير. خناق كبير. ضربتو بعض؟ خناق كبير من 2011، من اخر في 2011 دلوقتي. ثلاث سنوات لكم؟ تقريبا ثلاث سنوات. من 2011 في الاخر بتاعه لحد اخر 2011. نحن وجهنا له الدعوه لطارق، بنشوف اذا كان قبل انه يجي. خلينا نطلع سوا. مرحبا بك معنا أستاذ جورج. احنا الآن كنتواجدوا بمدينة برشيد ومعايا دعوة باسم السيد طارق فريق. يلا نواصلوا البحث على البيت ديالو. اللي كيعيش فيه السي طارق فريق. اجيو نشوفوا واش كاين.
شي حد جاي عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. مرحبا. ربي يخليك. سي طريق فريق. هو هذا سيدي انت اللي من المواليد 1980؟ اييه. والام ديالك سميتها امينه. اييه. الله يخليها لك ويطول لك عمرها. الله يبارك فيك. معك سيدي فاطمه الزهراء من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. اييه. جبت لك معايا واحد الدعوه لحضور برنامج الاستاذ جورج قرداحي. مرحبا. كنتمناك ان شاء الله تشرفنا في البلاطو ديال البرنامج. اييه مرحبا. هيا سيدي الدعوه ديالك. جورج قرداحي هذه كما ديك المسابقه ديال من يربح المليون ولا هذا برنامج جديد ومفاجاه ان شاء الله كلشي غادي تعرفوا في البلاطو ديال الاستاذ جورج قرداحي. اييه مزيان مزيان والله يا ودي جورج قرداحي مشو عنده ودابا غتمشيو الطياره وكلشي مزيان على حساب تكاليف الرحله كلها على حساب برنامج تاع الاستاذ جورج قرداحي. انت غادي غير تشرفنا في البلاطو. اييه نهار كبير هذا نشوفوا سي جورج قرداحي المسابقه نجيبوا فيها الفلوس علاش لا. مرحبا الله يعطيك السهل. يلا يبارك فيك. يلا شكرا سيدي نهار مبروك. ميرسي لالا سلام ربي عوين. خالد وطارق. خالد جاي صالح طارق. طارق زعلان من خالد لأنه شك بوقت من الأوقات يعني من 3 سنوات لما صارت المشكلة شك أنه خالد على علاقة مع خطيبته لطارق. حكينا القصة كلها سوا. هلأ طارق موجود بالخارج ناطر حتى نعطيه إشارة. بقى خليه يتفضل طارق. اهلا وسهلا طارق. اهلا وسهلا. تاخذ المليون هلا ولا بعدين؟ لا اللي بغيتي فخر دابا ليت نهار كبير من اللي شناك اكثر من مليون شناك غير شناك. الله يطول عمرك. الله يبارك شكرا فيك. حبيبي السلام عليكم. الله يخليك وانا وانا سعيد اني اشوفك طارق. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. انت بينت اولا لما تقبلت الدعوه وانا شفتك وجهك ما شاء الله صبوح وخلوق واشكرك على مجيئك. الحمد لله وان شاء الله انك لما جيت هيك تشوف مصر. أول مرة بتجي على مصر؟ أول مرة جيت مصر. هذه أول مرة لازم تجي على مصر. معقول حدا ما يشوف مصر؟ إن شاء الله. طارق أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. هذا البرنامج برنامج جديد غير المليون ما له علاقة بالملايين بس يمكن يكون نتيجته أفضل من الملايين يمكن يكون فيها نتيجة إنسانية فيها هيك ثقل إنساني أكبر من الملايين إن شاء الله. إن شاء الله بتمنى إن شاء الله. حدا طلب مني يوجه لك الدعوة حدا انت بتعز عليه. بتعرفه انا؟ اكيد بتعرفه. اكيد بتعرفه بس هو طلب مني انه وجه لك الدعوه وانا وجهت لك الدعوه بكل محبه واحترام واستقبلتك بكل محبه واحترام وبدك تعرف اكيد من هو الداعي. مش هيك؟ نعرف تسوقت نعرف تسوقت تسوقت نعرف خليك متشوق ما تغير فكرك ان شاء الله. طلع اقعد يا زلمة مالك؟ هذا ايش كثير هنا هذا؟ روق شوي اقعد شوي. طارق طارق اقعد شوي اقعد شوي ولو شو صار؟ هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا هذا ماله؟ اش جابوا لهنا؟ يا اخي خلص انا راح اقول لك اقعد اقعد شوي اقعد شوي حتى ابدأني بسيطة روق اعصابك انا عارف انك عصبي شوي يعني انت قلبك كتير كتير طيب وقلبك نقي بس انت عصبي شوي اهدى شوي طارق اهدى شوي حقلك ليش اجا حقلك ليش اجا هذا الانسان اخطأ في حقك اخطأ كثير في حقك وهذا الإنسان ضيع لك فتاة كنت تحبها وهي بنت عمتك هند وهذا الشاب بعد 3 سنوات من الخلاف ندمان على العمل الذي قام به حرام 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 هاد السيد هاد الشيء اللي دار لي حرام حرام خربق لي حياتي خرج عليا هو خربط لك حياتي خربط بحال انا مت
شدني وقتلني. سلامة قلبك يا رجل، مالك عم تحكي هالكلام هذا؟ انت ضيفنا وانت حبيبنا واهلا وسهلا فيك، روق شوي روق شوي، ما بتستاهل هالدنيا هالقد، شو هالقصة؟ روق شوي. هذا الموضوع بالنسبة يا اخي، هذا الموضوع على راسي، بدنا نظبط الموضوع، يتصلح الموضوع. هند عم تشوفها ولا لا؟ مين؟ هند. هند هذه انا ساليت معها، ياك متى هي كاينه معايا هنا في الاستوديو وما شفتهاش انا ولا هي كتسمعني؟ انا راه ساليت معاك، انا ساليت معاك، ياك ما هي هي كاينه هنا، انا بديت حياتي مع واحده اخرى، انا نسيتك، اذا هي راه ساليت منا. انا ما بقيتش باغي نسمع حتى سميتها نهائيا، ساليت معها انا. ياك متى هي كاينه هنا؟ الا كانت هي هنا ولا كتسمعني، انا راه ساليت، انا بديت حياتي مع واحد السيده اخرى وكنبني مستقبلي مع واحده اخرى، وانت كتسوي لي انا زيرو، ما كنعرفكش، نسيتك بحال ما عمرك كنت. انا غنوصل لي هذه الرساله من هنا. والله حقك حقك، بس خلينا نحكي الحقيقه. بدك نحكي الحقيقه ولا بدنا نضل هيك بالخيال؟ تفضل. الحقيقه انه هذا خالد صديق عمرك، بعد اللي صار بعت لك رساله معي، بدي اقرا لك اياها. هو اللي بعتها لي. ايه بدي اقرا لك اياها. بيقول لك: اخي وصديق عمري طارق، الغضب يعمي العقول وقد اعمى عيوننا نحن الاثنين، وان كنت انت قد ظلمتني، الا ان خطئي انا كان اكبر وظلمت به ثلاثة. ظلمتك حين لم أتفهم غضبك الذي كان له ما يبرره، وظلمت حبيبتك التي لم تحب سواك حين نقلت عنها كلاما كله كذب، وظلمتكما أكثر حين تسببت في فراقكما، لكني أيضا ظلمت نفسي حين خسرت صديقا كان ما بيني وبينه أكبر من أي غضب. لا أجد مبرراً لما فعلت، لكني معترف بخطئي الذي أعرف أنه كان كبيراً، وأنا هنا اليوم لأعتذر لك أمام الناس، ليس فقط لنعود كما كنا، ولكن لتعود أنت لحبيبة عمرك المخلصة لك. أنا متقبل أي شيء تأمرني به، سامع؟ بيقول لك أنا متقبل أي شيء تأمرني به، وكل ما أرجوه هو أن تسامحني، والمسامح كريم. هو اللي كاتب لي هذه الرسالة؟ أي هو. هو عنده هذا الإحساس أنه يكتب هذه الرسالة؟ أي. وكان عنده هو هذا الإحساس؟ أي. ما يوصلش لمعايا لهذا الشيء، كذاب. طيب. كذاب وأنا كنعرفه. خليني أقول لك شيء، طارق، أنت إنسان طيب وآدمي. هذا الإنسان بعد 3 سنوات لما حاول يحكي معك وما قدر، لا أنه بيجي على هالستوديو، لأنه البرنامج اسمه المسامح كريم، بيجي على هالستوديو بركي بيحاول يرجع صداقته معك، يمكن. وبقى لي هذا الاستوديو دابا. إيه؟ احنا كاع الناس كيشوفونا. إيه؟ كنا بقى لي هذا الاستوديو. لا لا بحال كذا بلا تحال. لا هو موجود على الشاشة هناك ومع العائلة ومع كل شيء، وكاع الناس كتشوف. لا يا خي طول بالك، تشوف الناس. إجا يعتذر منك، أنت الربحان. ليه؟ أنت الربحان، هو 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 الخاطئ. والاعتذار سهل. إيه اعتذر. احنا نغلط في شي واحد ونعتذروا سهل. شوف هيدي الحياة، ناس بيغلطوا بيندموا بيعتذروا. وانا دفعت ثمن، ده انا ضحيت خلص، مستقبل ديالي ضحيت به على ود هذا السيد هذا. قل له قل له فيك في هو سامعك، فيك تطلع فيه وتقول له انت ايش جاي تعمل هنا. سألو خالد، ليش جيتي دير هنا انت؟ باش نعرف اخويا. هذيك الهضره اللي قالوا لك راه ماشي هي هذيك، راه بغيت نوصلها لك، ولكن انت ما تتعطيني. توصلها لي كيفاش غتوصلها لي؟ تعطينيش فرصه. كي غدير لي توصل لي؟ تعطينيش فرصه نوصلها. شنو الفرصه غنعطيك؟ الهضره كامله اللي قالوا لك. وخربقتيني انت، خربقتيني. انا سطيتيني انت، وليت انا غادي في الزنقه وكنت غير راسي. طريق انت يا معصب. خليتيني انا المدينه اللي ساكن فيها مع دارنا، خليتها وانا ومشيت. طريق انت معصب. بعدت على دارنا وبعدت على العائله وجبدتي لي صداع مع العائله. طريق انا ما غاديش نهضر معاك بحال ما كون انت معصب. انت حنا جينا هنا. انت كتعصب، انت كتعصب اصلا. حنا شنو هو اللي سبب هذا الشيء؟ شنو هو اللي سبب هذا الشيء؟ شوف انت شكون اللي درت هذا الشيء. سبابه هو هذه العصبيه. وانت انت كتعصب. انت ما تطريحش. انت كدير لي علاش؟ انت اللي باغي تعصب. انا تنعرفك من الصغر. انا تنعرفك من الصغر انك عصبي. حنا جينا هنا باش نديروا حل، ماشي باش نبقاو نغوشوا. شنو الحل غادي دير؟ شنو الحل غادي دير؟ هذيك الدريه غتظلمتيها بعدا. هذيك الدريه. هذيك الدريه مظلومه.
اقعد واحكي. الدنيا مظلومه كاع كاع ما كنتش ما تعصب. علاش غادي تطلقها ولا علاش؟ كلمه قال له بدك اياه. اي دابا تشوف فينا دابا حنا ديك الدريه دربه على من؟ انا وياك ولكن هذيك الدريه على دربه على من؟ انا بعدا جيت على قبل هذيك الدريه وعلى قبلك حتى انت باش ما بقاش العلاقه بيناتنا بحال ماك. شو رايك؟ واش بهالسهوله؟ دابا انا شتو راسيتي. طيب برد برد، انا بدي بردك هلا، ما بدك انا ببردك. برد، روق شوي، روق يا طارق، روق روق روق. يا خالد انت ابن خالتك وبتعرفوا انه عصبي، تجي بتتحداه وبتقول له اه بدل ما تروقه؟ هو يا من الصغر انا عايش معاه وسنعرفه. طيب مسالك عايش معاه وبتعرفه انا سنعرفه. طيب وشايفه انه غضبان والناس مسوسين له، احضنه وقول له يا ابن خالتي ما في شيء بيناتنا ومش مزبوط هالكلام، بدل ما تقول له اه في شيء انا وانت. هو تبدل عليا يعني، انت كمان تصرفك سيء. هو تبدل عليا عايش انك انا تنخرج معاه في اي حاجه، نمشي معاه نسري معاه نخرج في ما بغى شي حاجه. مره انا كبرت على هذا بس بتعرفوا انه عصبي. كانت العلاقه ديالنا ماشي بحال العلاقه ديال يا دابا. اخي بتعرفوا انه عصبي؟ واخا كان عصبي كنا تنتعصبوا تنرجعوا دغيا. دابا لا، دابا من يتعصب عليا بحال ما عرفتش شنو درت ليه المده طوالت يعني مده. طيب هلا فهمنا القصه. انت هلا اني طارق اسمعني حبيبي، انت هلا فاهم انه ما صار شيء بينه وبينه، يعني هون هو بريء من هذا الامر. هلا هو كبرت براسه قال لك اه، بس الناس كانوا عم يحكوا، بالواقع ما كان في شيء. هو حكي وانا سمعته وصادق انه ما كان في شيء. هلا اجا من المغرب وطلب انه نجيبك وشرفتنا وانبسطنا فيك وكل هالناس مبسوطين فيك بوجهك الحلو. بقى في مجال للصلح ولا لا؟ مش ممكن انك تغفر؟ الله اللي بيغفر. بس انت كل واحد منا في شيء من الله، كل واحد بيقدر يغفر. اذا الله بيغفر نحن البشر فينا نغفر. لانه ليك طارق، شفت لو المساله بتستاهل انا بقول لك لا تغفر له. مش بهالسهوله. ايه صح صح، بس انا بقول لك لو لا لو بتستاهل المساله. كرفص لي بدلي حياتي، كرفص لي. يرجع خرج عليا وتوكل. مش هادشي ساهل، راه ما ساهلش. لا والله ما بتستاهل، ما ساهلش. قلبك طيب، ما بتسمح لي. ما بتستاهل. كيفاش تسمح لي؟ كيفاش؟ ما بتستاهل. غير تسمح لك انا. علاش؟ يا خيي يا طارق، جل من لا يخطئ، جل من لا يخطئ. وليك ممكن نصلح الخطأ، ما نخلي الخطأ على طول الحياة. وانت من قهرك عم تبكي هلا، من قهرك لأنه بيعز عليك. انت من قهرك لأنه بيعز عليك، لأنك بتحبه وعم تبكي. هيك بدك يا خالد؟ هيك بدنا نوصل مع طارق؟ تعمل فيه هيك الرجل؟ أنا توصل لنا شي. علاش درتي لنا الحالة دي كلها؟ علاش؟ وخليتيني أنا كنت دفع في الغلط، كنت دفع الثمن على الغلط ديالك. هو نادم، نادم طارق. استغفر الله العظيم. هو نادم يا طارق. استغفر الله العظيم. برافو عليك. هو نادم. ليك طلع فيه شوف كيف راسه بالأرض وخجلان وزعلان وندمان ويأس، يعني من يأسه إجا لهم، لأنه شاعر أنه بحاجة يرجع يرد العلاقة بينك وبينه. أنت بتعني له كتير، بتعز عليه كتير لهالسبب. وبتصور أنه أولاً الخلاف صار قديم، والخلاف ما بيستاهل لأنه كان سوء تفاهم صدفة، يعني كان ممكن ما تختلفوا وتكونوا بعدكم مع بعض. بس هل 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 الشريعة اللي صارت بيناتكم، هل الشجار اللي صار بيناتكم عمل القطيعة؟ بقى بترجعوا لبعض، ترجعوا للأهل، تحضنوا بعض، أولاد خالي، الدم ما بيصير مي. وبتصور إنه صادق الرجل، صادق بندمه، صادق باعتذاره، صادق. يبقى إنه أنت تقرر إذا بتسامحه ولا لا.
تفكرها الوصيه ديال جدي الله يرحمه واش قال لك طارق؟ قال لك حنا ديما الامور ديالنا تبقى بيناتنا، وقال لك ما تفارقوش. انت دابا جيتي محشوماش، انا دابا ملي بكيتي تفكرتها. هذه الوصيه ديال جدي فعلا. يا ريت هالوصيه بيسمعوها كل الناس، لانه بس يدخلوا الناس ويوسوسوا بيخربوا كل العلاقات. وكل انسان بيكون عنده غرض بشيء، اللي محسود منك واللي غيران ويلي بده يؤذيك ويلي بيكرهك ويلي حاقد عليك ويلي، كل واحد عنده هدف. دفعت ما التمن. واحد مش لازم واحد يسمع لكلام الناس. دفعت الثمن غالي. ان شاء الله بنرجع بنصلح الثمن، مش مشكلة اذا كان العاطفة موجودة وبترجعوا سوا يد واحدة، بترجعوا بتعوضوا عن كل شيء ان شاء الله. شو رأيك انت؟ ممكن تسامحه، تطلع فيه وتقول له سامحتك والمسامح كريم؟ ممكن؟ ممكن. ممكن؟ سامحته؟ سامح كريم. والله ما تستاهل، لسه ما شوف ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. كلها ما بتستاهل، والدم ما بيصير معك. يعني بدي اشكركم اثنينكم، تعال بدي اشكركم اثنينكم. خالد اول شيء بدي اشكرك، انا ما صدقت الحقيقه وما صدقت انه راح يصالحك عن جد، بس بين لي انه هالانسان كتله عاطفي متنقله، كتله قلب، كله قلب. وانا بشكرك على ثقتك، وانت طيب كمان وصادق. بقى بين صدفك من عيونك ومن كلامك، انا وثقت فيك. بقى هلا بترجعوا سوا ان شاء الله موفقين، ويدكم بيد وحده، ترجعوا للوالدة امك عايشه، خالتك عايشه، وامك عايشه، الجيش راح ينبسطوا، الخالات راح ينبسطوا، والاهل ينبسطوا فيكم، يفرحوا. الله يوفقكم ان شاء الله. يلا بترجعوا سوا على المغرب ان شاء الله. سلمونا على كل اهل المغرب بنحبكم. شكرا جزيلا. الله معك، الله معك. شكرا جزيلا. شكرا. والله انا بشارط انه ما في حدا منكم، ولا واحد ولا حتى هون بين الجمهور، كان مصدق انه هالجماعه بيتصالحوا. يعني الشيء اللي عمله بالاول طارق لا يصدق، يعني الغضب اللي غضبه لما شافه. على كل حال انتهت على خير الحمد لله، وانتهت كثير على خير. الله يوفقهم. الى اللقاء دائما مع المسامح كريم.